وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكن إن روسيا تشعر بالراحة ضمن مجموعة المنبوذين وتدعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك تعليقا على الفيتو الروسي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. هذا وكان عشرات الضحايا قد سقطوا في هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون السورية، ومعظم أصابع الاتهام تتجه نحو النظام السوري الذي ينفي صلته بهذا الهجوم.